بمناسبة احتضان الجزائر تنظيم الدورة 15 للألعاب الرياضية 2023 والتي تم تنظيمها ابتداء من 5 إلى 15 جويلية الجاري، وهذا بحضور ما يقارب 3500 مشارك على مستوى العاصمة عن 22 دولة عربية، والتي جرت فعاليتها على مستوى ولايات من الوطن العاصمة وهرن ولاية قسنطينة عنابة وكذا تيبازا، أين احتضنت العاصمة 11 يوما من هذه التظاهرة ب 16 مركب رياضي. مصالح أمن ولاية الجزائر اتخذت التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة قبل أثناء وبعد من أجل إنجاح هذه المهمة وإعطاء صورة مشرفة لبلادنا من خلال ضمان تنقلاتهم وقاعة الرياضية والملاعب وأيضا نقاط التجمع ونقل الجمهور. وبمناسبة حفل اختتام هذه الألعاب اليوم على مستوى ملعب 5 جويلية، مصالح أمن ولاية الجزائر قد سخرت كل الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة من قبل القيادة من أجل إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية من خلال وضع تشكيل أمني خاص لمرافقة وتأمين الوافدين على مشاهدة هذا الاحتفال من عائلات وشباب من خلال تأمين مداخل ومخارج الملعب. هناك تشكيل أمني مدعم بالعنصر النسوي للوقوف على تأمين التوافد الكبير للعائلات على هذا الاحتفال الاختتامي من أجل إنجاحه، أين تم تسخير قوة عمومية في مداخل ومخارج ومحيط الملعب وكذا مختلف المسالك على غرار إجراءات أمنية تتعلق بتأمين والتطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية بالتنسيق أيضا مع مركز القيادة والسيطرة واستغلال كاميرات المراقبة والأمن لرصد كل من شأنه الإخلال بالنظام العام. هذا وستسهر القوات العملياتية بالميدان على ضمان تأمين الوفود المشاركة إلى غاية مغادرتها التراب الوطني. وبهذه المناسبة أمن ولاية الجزائر تضع أرقامها الهاتفية الخط الأخضر 1548، خط النجدة 17 وتطبيق آلو الشرطة تحت تصرفهم للتبليغ عن أي تجاوزات.